بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، وحياكم الله في محاضرة جديدة. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن كتاب الاستيعاب أو كتاب المحادثة، يسمى في بعض الجامعات Listening Speaking Level 2. Level 2 طبعا طلابنا الأعزاء، للي ما يدري أو للي أول مرة يشوف دروسنا، احنا عندنا دورات أونلاين على التليجرام عن طريق التطبيق الجوجل، عن طريق تطبيق الجوجل ميت، وكذلك نقدم دروس على اليوتيوب مجانا لبعض الطلبة، وعندنا أيضا طلاب مشتركين يمنا دورات لكافة المراحل. طبعا اليوم إن شاء الله عندنا ليفل 2، راح نتحدث اليوم عن يونت الأول كتاب المحادثة أو كتاب الاستيعاب. How do you know Mark? Unit 1. طبعا هذا الكتاب هو الاستماع أو المحادثة، وبعض الجامعات يسمونه الاستيعاب، لكن هو listening بشكل عام. Unit 1. How do you know Mark? كيف تعرفته أو كيف تعرف Mark؟ قبل لا نشرح أو نبلش عن نشرح هذا الموضوع، ضروري جدا ننتقل إلى المحادثة الصوتية التي تكون في نهاية الكتاب، التي تسمى بالأوديو سكريبت. هي مسجلة صوتيات عن طريق فويزات أو عن طريق الكتابة، تقرأها فقط كلش كافي. طبعا هذا الفويزات عندك، هذا الموضوع صفحة 88. عندنا حوار ما بين براين وما بين مارك. براين ومارك. Hello, Brian speaking. Hi, Brian speaking. Hi, Brian. I'm Mark. Here, I'm Mark. Hi Mark, how are you? I'm fine, how are you? Fine. I have caught you at a bad time, have I? قال يعني خم أنا اتصلت عليك بوقت يعني غير مناسب. قال no. I was just watching TV. كنت أشوف التلفزيون. طبعا هذه طلاب أكو يعني محادثة فيديو صوت، لازم تسمع للصوت وانت تبدأ يعني عن طريق الصوت وعن طريق الكتابة تابع بين الصوت وبين الكتابة حتى شوية يكون الاستماع مالتك جيد. Yeah, I went to the cinema with some friends yesterday. بارحة رحت للسينما مع أصدقاء. I haven't done much today, just home watching. اليوم أنا ما عندي شيء، بس بقيت أتابع التلفزيون. It's been good. What about you? وانت ايش سويت؟ ماذا عنك؟ قال مارك not too bad، يعني وكلش not too bad، يعني الوضع جيد. قال actually the reasons I'm ringing you it's because my birthday next week. قال سبب اتصالي بيك انه عيد ميلادي الاسبوع القادم. قال oh yeah okay yeah and I thought might I have a few people around at the weekend celebrate and I was wondering if you want to come. صراحة يعني اكو بعض اصدقائنا راح يجون للحفلة بنهاية الاسبوع، بنهاية الاسبوع، فكنت اتساءل اذا تقدر تجي او لا. قال that sound good. What day؟ شنو يوم؟ قال Saturday، بيوم السبت. قال Saturday night، يوم السبت بالليل. قال Saturday. Yeah. I don't have any plans for next Saturday. قال حقيقة أنا ما عندي أي شيء بيوم السبت. قال Great. قال حقيقة بالساعة، قال تقريبا about 7:30، ساعة 37 دقيقة، 7:30. Okay. But I didn't think I can get there till 8 o'clock. بس أعتقد ما أقدر أجي إلا الساعة 8. قال مارك no problem. Do you want me to bring anything? قال تريد نجيب أي شيء؟ قال nothing. I will get the food and everything. قال الآن راح أجيب وياي الطعام وكل شيء راح أجيبه وياي. قال okay. Do you want anything special for your birthday? تريد أي شيء فد شيء خاص؟ قال لا شكرا ما أريد أي شيء، بس أريد حضورك. قال مارك you don't have to buy a birthday present, just come along with
help me to help me celebrate that's all. قال لا تجيب ياك لا هدية ولا تجيب أي شيء ما يحتاج، بس أريدك تساعدني بالحفلة. قال أوكي that's sounding great see you on Saturday. قال تمام أشوفك بيوم السبت. قال cool see you bye for now bye. إذن حوار ما بين الشخصين. هذه المحادثة تقريبا تنحفظ تقريبا لأنها كلش مهمة، وراح نشوف هسه بالمحادثة راح نشوف شلون مهمة طبقها. يونت 1 هاو دو يو نو مارك، شلون تعرفت على مارك. اللي هنا النقطة الأولى الفقرة الأولى هذه يعني اوبشن اختيارية. قال لوك ات ذا اكتيفيتي، باوع على النشاطات. يعني شنو الأمور اللي تحبها من ذني خلى عليها صح، الأمور اللي ما تحبها لا تخلى عليها صح. going to the cinema تحب تروح للسينما خلي صح، ما تحب لا تخلي صح. بس يفضل أنه تحفظ هذه الجمل إذا ما تعرف معناها، إذا ما تعرف شنو معنى drawing، إذا ما تعرف شنو معنى gardening، إذا ما تعرف شنو معنى مثلا cooking listening to music. يفضل تحفظهن، يفضل تحفظ معانيهن مهمات. زين نجي هنا عندنا هنا يقول مارك telephones his friends brain on Sunday night listen to their conversation. استمع إلى المحادثة مالتهم. What is the main reasons for foreign call؟ زين يقول بعد ما استمعت لهذه المحادثة، يعني يفضل تستمعها وتقرأ النص. يقول من قرأت النص و يعني يفضل انه انت تقرأه وكذا، ورا ما تقرأه يقول يسألك سؤال، يقول شنو سبب اتصال مارك؟ شنو اتصل ليش اتصل بمارك براين؟ الجواب to find out what the brain did at the weekend، حتى يعرف براين ايش سوى بالعطلة. لو اتصل بي حتى حتى يعرف صديقه شنو اللي راح يسويه الأسبوع القادم، لو اتصل بيه حتى يدعوه للحفلة. شنو برأيك انت الجواب؟ طبعا الجواب هو واضح، الجواب راح اتركه لك بالتعليقات. اريدك تجاوبني بالتعليقات، اختار يا هو ليش السبب اللي السبب الرئيسي يعني اللي خلى هذا الشخص يتصل بمارك شنو. أنا تبنا شرحت الموضوع، فخلي الجواب لك. وطبعا بالمناسبة الأجوبة كلها موجودة بنهاية الكتاب، الأجوبة موجودة كلها بنهاية الكتاب. زين عندنا التمرين الثاني. بهذا التمرين عندك نص مقتبس من المحادثة وقايل لك صلح لها أحد الأخطاء. أكو أخطاء هنا أصلح. Mark called last night it's birthday this weekend next week هذا مو this next and he having a party on a Friday to celebrate. إذن يوم الجمعة خطأ، مو يوم الجمعة يوم السبت. it start at 8 o'clock تبدأ الساعة الثامنة، لا خطأ مو بساعة 8 تبدي. زين he wants me to take some food، لا خطأ قال لا تجيب كل شيء وياك، قال كل شيء تجيب وياك. هاي الأخطاء نصلحها. زين والحل موجود بنهاية الكتاب، فخلي أشوفكم الحل. هذه الحلول صفحة 100، صفحة 100 الحلول. فشوف هذه الأخطاء. last night Friday هي Saturday eight he wants to take some food لا خطأ he doesn't want me to take anything ما يريد أي شيء. شوف هاي فرع B هذا الأول وهذا الثاني والثالث والرابع، هاي مجموعة أسئلة أو تمارين فرع بي. شوف هاي عندنا فرع أي خلصناها ذن التمارين ما بيهن شي، وعندنا هاي فرع بي. شوف هذا فرع بي، هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة وهاي أربعة هاي خمسة. طبعا هاي الحلول كلها قدامك لحد السبعة، ذن كل انت بعد الفرع بي. الفرع بي باليونت الأول، هاي كل يونت بمجموعة أي ومجموعة بي. زين وعندك ايضا مجموعة speaking up. زين وعندك ايضا listening، هاي كل مجموعة بها هيج فقرات انتهم. ايضا على السي اساسي مثلا واحد سي واحد هيج سي واحد مثلا اثنين
اي سي بيها واحد واثنين، الدي مثلا ايش بيها؟ بيها تمارين، بيها واحد اثنين، لان كل الحلول موجودات بنهايه الكتاب. على هذا النظام احنا راح نمشي. هسه احنا شرحنا لكم المجموعه الاولى ان شاء الله. طبعا يعني بس حبيت اقول لكم طلابنا الاعزاء، حقيقه انا وقتي كلش ضيق وما عندي مجال، مع ذلك احاول قد ما اقدر يعني اخذ من وقتي اشرح لكم محاضره وانزلها ان شاء الله على اليوتيوب حتى تستفادون من عدها. وان شاء الله ان شاء الله اكمل لكم الماده بعون الله سبحانه وتعالى اذا سمحت الفرصه. في المحاضره القادمه راح نبدا صفحه 11. تقبلوا تحياتي الاستاذ محمد نجم النوفلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.